ولاعبين الفريق الكروي بنادي الزمالك أدوا تدريبات تأهيلية واستشفائية داخل فندق إقامة البعثة البيضاء في تنزانيا، وده قبل رحلة العودة للقاهرة بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، واللي خسر الزمالك فيها بهدفين. لجنة الحكام باتحاد الكرة أعلنت تعيين الحكم مصطفى عثمان لمباراة افتتاح الدوري الجديد بين طلائع الجيش والبنك الأهلي، واللي هتتلعب الساعة 7 بالليل النهاردة على استاد جهاز الرياضة العسكري. بيضم الطاقم كل من مصطفى عثمان حكم لساحة، وعماد العقاد وأحمد عبد المنعم مساعدين، ومحمود وفا حكم رابع، مصطفى مدحت ومحمد الشاوي على تقنية الفيديو. تألق المنتخب الوطني للتنس للرجال وحقق انتصار على منتخب أوروغواي بنتيجة 3-0، وده ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز، وحجز المنتخب بهذا الانتصار بطاقة لعب المباراة الفاصلة اللي هيتأهل الفائز بها للمجموعة العالمية الأولى. منتخب ناشئات كرة اليد فاز على المنتخب المغربي بنتيجة 40-12، وده في تاني مواجهات البطولة الإفريقية والمقامة بتونس خلال الفترة من 16 وحتى 24 سبتمبر الجاري. وهنا جودة توجد ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة لفرد السيدات بعد التغلب على دينا مشرف في نهائي البطولة المقامة في تونس بنتيجة 4-1، وبتعد هنا جودة أصغر لاعبة تتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة لفرد السيدات. وفريق تشيلسي الإنجليزي اتعادل سلبيا أمام نادي بورنموث في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024. فريق الأرسنال اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني حقق الفوز على نادي إيفرتون بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024. ونادي ليفربول احتفل بمناسبة النجم أو بمساهمة النجم المصري محمد صلاح بأكثر من 200 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج، بعد ما قاد فريقه للفوز على فريق ولفرهامبتون بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد حقق الفوز على كليرمون فوت بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في الجولة الخامسة للدوري الفرنسي. كمان ريال مدريد قدر يحاول تأخره بهدف لفوز بثنائية أمام نظيره ريال سوسيداد في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني. بالنتيجة دي رفع الريال رصيده للنقطة 15 متصدر جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن برشلونة أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد سوسيداد عند النقطة السادسة في المركز 11. خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لجمانة وشازلي نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لم.